مساء الخير. من الأشياء اللي تعتبر حاجة ماسة عند الأشخاص هي تنظيم الحياة. أحيانا تحس أنك مشتت من كثر الأشياء اللي عندك. عندك ممكن دراسة مع عمل مع أسرة مع أشياء كثيرة مع بزنس مع هوايات بتمارسها متداخلة مع بعض، إلين ما تحس أنك فقدت نفسك في وسط هذه الأشياء، وكل ما تمسك شيء تلقى نفسك أفلت مجموعة أشياء مهمة. أبعطيك طريقة تساعد بتنظيم حياتك، هذا اللي يسوونها اللايف كوتشنج اللي هو مستشارك التدريبي والتطويري الشخصي. ايش يسوي لك؟ واختصرها لك بطريقة بسيطة راح تساهم ان شاء الله بتنظيم حياتك. اول شيء تسويه تاخذ ورقة وقلم وتنظم اولوياتك، تكتب تنظيم الاولويات. اول 5 نقاط، هذه نقاط اساسية ثابتة معاك دائما مهما كانت مهامك كثيرة، اللي هو الدين، الأسرة، الصحة، النفسية، نفسية مهمة، العلاقات. بعدين اكتب أهم 5 أشياء عندك هذه الفترة. إيش هي أهم 5 أشياء عندك هذه الفترة؟ طبعاً تفرق الأولويات من شخص إلى آخر. لا تكتب كل شيء، اكتب ال5 أشياء، إذا في وحدة منها صار فيها خلل راح تتلخبط حياتك. أبعطيك مثال، بعد ما تكتب الأمور الخمسة المهمة في الحياة اللي لابد أنها تنظم ويكون فيها اتزان مهما ازدادت أولوياتك أو مسؤولياتك، لأن هذه الأركان لو اختل ركن منها تختل حياتك حتى لو كنت ناجح. بعدين تكتب الأشياء اللي عندك هذا الشهر، الأشياء اللي تحس أنك لازم تمارسها هذا الشهر. نفرض عندك اختبارات وعندك كذلك وظيفة بنفس الوقت وعندك بزنس صغير شغال عليه وعندك جيم تروح له. بعدين تبدأ ترتبهم حسب الأولوية. إيش الأولوية اللي عندي؟ نفرض الاختبارات أبعطيها والله 60% من وقتي، الوظيفة لنفرض راح تأخذ 30% من وقتي، الجيم ممكن أعطيه 1 أو 3% من وقتي، ممكن أعطيه 20 دقيقة بس أخفض لأن هذه الفترة عندي ضغوط. التجارة ممكن أعطيها 7% من وقتي مثلا. هذه الأوقات أمارس فيها تلك الإنجازات. كيف أنظم حياتي بينما أنا أعمل أولوياتي هذه الفترة؟ ما أختل بتوازني مع أركان الحياة السعيدة. الدين معناته أي وقت تجي الصلاة أترك كل شيء وأصلي، أخلي لي وقت أقرأ فيه قرآن وأذكار لو بسيط قبل النوم، بعد كل صلاة، قبل كل صلاة. الأسرة لابد أني أجلس مع أسرتي وقت فراغي. كذلك الصحة معناته إيش؟ لازم تغذيتي تكون سليمة هذه الفترة ولازم أنام كويس هذه الفترة. النفسية معناته لازم أصنع لي أجواء جميلة، أحط لي فراغات بين أعمالي لو نص ساعة ساعة أشم هواء حلو أسوي أشياء تسعدني. العلاقات ممكن ما أترك تواصلي مع أصدقائي لو رسائل في الواتس أب أو اتصالات قصيرة في البريك اللي راح أحطه أثناء الاختبارات أو في بريك الدوام أو في أوقات الفراغ. فبينما أنت تنظم الأركان تنجز المسؤوليات هذه الفترة. بعض الأشخاص لما يكون عنده فترة اختبارات تلقاه مركز على الاختبارات وصار عنده مشاكل في وظيفته، البزنس حقه توقف، جسمه خرب وصحته كلها خربت هذه الفترة، مياكل أي أكل، أي شيء يسوي، ينام أي وقت، ما يشرب موية كثير، تلقاه مزاجه مع أسرته مو كويس، متلخبطة علاقاته مع الأسرة، تلقاه بالدين ما يصلي الصلاة بوقتها أي شيء بس لأن جدوله متلخبط، نفسيته تلقاه تعبانة ما عنده وقت، كل ما يبي يستمتع يقول لا عندي اختبارات، يضغط نفسه طوال الوقت، علاقاته ما يرضى يتواصل مع أي أحد، فيصير لخبطة بالأركان. ففترة الاختبارات يحس إنه مو متزن، يحس إنه مو كويس، يحس إنه تعبان، وجهه شاحب، نفسيته تعبانة. أنت ممكن ترى تنجز أعظم إنجازاتك وأنت يعني توزن الأشياء الأساسية في حياتك. فلا تشيل هم الأشياء الكبيرة لأنها سوف تنقضي على أي حال. الفترة اللي تكون عندك فيها ضغوط عالية لازم يكون عندك راحة عالية، ركز على النفسية، لازم يكون عندك أوقات ترتاح فيها، تستمتع فيها، تشم هواء، تسوي جلسات مساج، جلسات استرخائية، جلسات هدوء، توسع صدرك فيها. لابد أنك هذه الفترات اللي أنت مضغوط فيها تحط لك أوقات لنفسك،
ليش؟ لأن لو ساعة خصصتها في اليوم تسعد فيها نفسك وصحتك وأسرتك، أنت راح تبدع في الاختبارات وفي المهام اللي عندك وفي البزنس وفي مشاريعك اللي أنت شغال عليها. فهذه الأشياء سوف تعكس بنجاح على هذه الأمور. فلا تعتقد أن التركيز على شغلة واحدة وأنك تضيع كل هذه الأمور معناته راح تكون ناجح ومتميز، لا، راح تنضغط نفسيا، والضغط النفسي هذا راح يخليك تقصر في أداء المهام الأساسية. اتزن ونظم جدولك اليومي بناء على هذه الأمور. الطريقة الفريدة هذه اللي راح توضح لك إيش أنا أقصد بتقسيم يومك. قسم يومك على فترات، صباح، ظهر، عصر، مغرب، بعد العشاء للساعة 11 مساء مثلا، وبعد الساعة 11 ليلا. هذه الفترات تحط بينها شغلات بسيطة، يعني بين الصباح والظهر هذه الساعة سعادة، سعادة أني أتمشى، أغير جو، أطلع بالحوش، أمارس الرياضة. بين الظهر والعصر راحة، ممكن أنام لنص ساعة أكسر فيها التعب. بين العصر والمغرب، نهاية العصر، ممكن أقرأ قرآن لو 10 دقائق. بين المغرب والعشاء، ممكن هنا أحط أي شيء. بعد العشاء، بعد ما أخلص مجموعة مهام، أحط لي ممكن ساعة أجلس فيها مع أهلي. فهذه الأوقات اللي هي نهاية الفترة مع بداية الفترة الثانية أحط فيها شيء من الأشياء الأساسية اللي تقوم في علاقاتي. ممكن هنا يكون مكالمة مع صديق أو تواصل مع صديق،